بين العمل ومسؤوليات الحياة كامرأة عاملة وربة منزل في آن واحد، استطاعت المرأة السورية أن تثبت نفسها وتجد من عملها في الحياة وفي البيت دوراً مهماً نجحت فيه، فأصبحت شريكة للرجل وداعماً له. وجه تحية شكر لكل الأمهات العاملات في بكل المجالات، ويعني الامرأة الكادحة اللي بتوفى بين بيتها وبين عملها. بحيي أمهات الشهداء اللي قدموا يعني ولد ورا ولد وظلوا صامدين وظلوا واقفين، وتحية كبيرة كمان لكل الأمهات العاملات وغير العاملات، يعني حتى المرأة اللي قاعدة ببيتها ما بدنا نقول عنها هي إنه مرأة مو عاملة، بالعكس هي عم تشتغل ببيتها وعم إلها رسالة كمان، فأنا تحية لكلهم لكل كلياتهم. حي نضالة. بالنسبة إلي بشجع المرأة دائما على تكون فعالة بالمجتمع، وطبعا هي إذا كمان بالبيت كمان امرأة فعالة عم تربي أجيال. أنا بتشكر كل امرأة خصوصا أنه عم تضحي خصوصا في هالفترة اللي عم تمر فيها سوريا، وأنا بتشكر كل أمهاتنا وكل نسائنا وخصوصا بهالفترة العصيبة كتير كتير، وأنا بقدم تحية شكر لجميع نساء سوريا. تحية منها ولها، فهي التي ما بخلت على عائلتها ولا على مجتمعها بشيء، فكانت أما ضحت وقدمت لوطنها ولبيتها، وفي معترك الحياة كانت يد تدعم المجتمع في عملها. بمجتمعنا هلأ ما عاد في فرق. طبعا هذا الموضوع بيحتاج تكاتف من الأسرة أنه يساعدوا هاي المرأة العاملة، فالمرأة والرجل إيد واحدة. أنا بحس بهذا الوقت اللي نحن فيه ما عاد في فرق بين الرجل والمرأة، صارت المرأة ندة الرجل، وخاصة بظروف الحرب اللي نحن فيها ما عاد فيك تفرقي بين المرأة والرجل، بالعكس المرأة أثبتت وجودها بهاي الظروف. يعني إذا ما فيه مرض وأي من كان بتضل هي المرأة بتضل هي بتحسس حالها أنه عندها القوة من رب العالم. بصراحة وجود المرأة كتير كتير مهم كعمل وكأسرة، فمن خلال التوفيق ما بين البيت وبين المدرسة فالأمور أكيد رح تكون بشكل كامل، بيكون بشكل جيد كتير كتير، خصوصا من خلال تنظيم الوقت. أنا برأيي كتير كتير مهم ما بين البيت وما بين العمل. الأفضل أنه هي تشتغل تعتمد على حالها. الصعوبات من قائمة من كل المجالات، بضل خبرتها بالحياة وقوة شخصيتها هي اللي بتفرض وجودها ودخولها للعمل. يعني أوقات الخوف يمنعها أنه تقول لا أنا وين وهذا المنصب وين، بس ما لازم تفقد طموحها.